السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتم شايفين كده معايا، ده شكل السرير بعد ما دهنته باللاكيه المط ونشف. دلوقتي هعمل معاكم الطبقة الأخيرة وهي اللاكيه اللامع، بس طبعا قبل ما ادهنه باللاكيه اللامع لازم اصنفره الأول بالصنفرة. معايا هنا زي ما انتم شايفين دي صنفرة ناعمة، هبدأ بقى إن أنا أصنفر السرير بالصنفرة دي علشان لو في أي حاجة بارزة في السرير لازم تختفي تماما ويكون الملمس ناعم تماما. معايا دلوقتي هبدأ إن أنا أصنفر. هكمل بقية السرير وبعد كده هوريلكم. زي ما انتم شايفين كده معايا، ده شكل السرير بعد ما صنفرته. دلوقتي بقى هديله اخر طبقة وهي اللاكيه اللامع. معايا هنا اللاكيه اللامع زي ما انتم شايفين اهو. دلوقتي بقى هعمل الرسمة دي كده بالفرشة اهو. احاول ان انا بقى املى كل الرسمة كده بالفرشة، لان طبعا الرولة مش هعرف ان انا اعمل بيها الفراغات اللي موجودة في الرسمة دي، فبالتالي هعملها كده كلها اهي. دلوقتي بقى هكمل بقية السرير وبعد كده هوريه لكم تاني. وده الشكل النهائي للسرير بعد ما دهناه باللاكيه اللامع. هنعمل بقى الخطوة اللي بعد كده وهي دمج للألوان. طبعا انا كنت محضرة لون تاني كده اغمق شوية من الدرجة دي، فانا هعمل دمج مع اللون الفاتح باللون الغامق. دلوقتي هنشوف مع بعض. معايا هنا اللاكيه الغامق بتاعي اهوت، ومعايا كمان اللاكيه الفاتح. هبتدي بقى ان انا اخد كده بالفرشه، ومعايا طبعا الفرشه بتاعتي. هبتدي بقى كده ان انا اخد اللاكيه الغامق كده واجي كده ادهن السرير من فوق بالفرشه بالراحه خالص يا جماعه. الخطوه ديت لو انتوا عايزين تستغنوا عنها مفيش مشكله. لو انتوا حابين شكل السرير يعني باللون واحد بس من غير دمج للالوان، يبقى تستغنوا عن الخطوه دي. لو انتوا حابين بقى تعملوا نفس الخطوه بتاعت الدمج ديت، ان انا ادخل لون تاني مع اللون الاولاني، لون اغمق درجه مع اللون الاساسي، برده مفيش مشكله. طبعا ديت اذواق وبراحتكم خالص. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت اللون الدانتي اللون الغامق الاول كده فوق اهو على البرواز اللي فوق ده كده اهو. هعمله غامق بس مش هدمج هنا يا جماعه، يعني انا في الاول كده بحط اللون الغامق كله، بدمج بقى في نهايه ما بخلص اللون الغامق. هتشوفوا معايا دلوقتي. انا دخلت اللون الغامق بتاعي اهو. دلوقتي بقى هبل الفرشه باللون الفاتح. هاجي بقى كده في نهايه ما خلصت اللون الغامق وهبدا بقى ان انا ادمج كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. زي ما انتم شايفين كده معايا اهو الالوان كلها تندمج ببعضها، كأني مش عاملة خط كده، مش محددة بقى اللون بدايته ايه. هو الميزة في الدمج كده يا جماعة، هيديني ضي كده اه شايفين.
نبدأ بقى ان احنا ندمج الالوان كلها ببعض كده. يا رب كده الصورة تبقى واضحة. زي ما انتوا شايفين كده، ده شكل السرير بعد ما عملت دمج للالوان. وده شكله النهائي دلوقتي، بقى هسيبه لما ينشف وبعد كده هوريه لكم.